يعني الكلام طبعا بيكتر اليومين دول، يعني في بال النون بالمينولوجيست ان انا هاخد كده ابص على السي تي كده الفايبروزد وبعدين اديله الانتي فايبروتيك فالعيان يرجع حلو قوي واللنج ترجع تاني، عملت له لنج ترانسبلانتيشن ما شاء الله. طبعا الكلام ده كله هجايز، يعني لازم نحط في بالنا ان العيان لازم يبقى عارف انت دلوقتي لوست بارت اوف يور لنج فايبروزد، حصل هاني كومبينج، دي خلاص فايبروز. طب الحتة الجي جي او هل هي كلها فايبروزس؟ يعني جراوند جلاس اوباستي اللي مش ريتد للانفكشن، احنا بنتكلم على جراوند جلاس اوباسيفيكيشن. طيب راديولوجيكالي نرجع بالدنيا، ايه الفرق ما بين الهاني كومبينج و الجراوند جلاس اوباستي؟ هاني كومبينج انا بلوز الاركيتكتشر بتاعت النورمال لانج بالفاسكولاريتي بكل حاجه، الجراوند جلاس الاركيتكتشر از بريزيرفد. طب هل هي دايما فايبروزس؟ لا، هي ممكن تكون كونجشن بس، يعني جاست كونجستد لانج ممكن تدي منظر جي جي او والحته دي از نوت فايبروزد. فما نيجي بقى ندي ستيرويدز وندي انتي فايبروتيك اليمنت ونلاقي السي تي حلوت كده، يعني حتت هاني كومبينج لكن الحتت الجي جي او حلوت وبقت نورمال لانج كده وشكلها حلو، يبقى احنا بنتكلم ان دي ما كانتش ايه فايبروزد. طيب هندخل بقى في موضوع جميل ان هو موجود عندنا البير فينادون، والواحد بيقولها بالمل المليان كده بالفم المليان، انا مبسوط ان عندنا ايجيبشن برودكت بير فينادون ان ذا رايت دوز، مش الدوز الهندي 267 ملي جرام مش 200 ملي جرام، ومصنوعه مظبوطه وبماتيريالز ورو ماتيريالز مظبوطه، واحنا بصراحه كتير مننا شايف طبعا الافكاسي بتاعتها. بتعمل ايه البير فينادون؟ بيمنع سيتوكاين، بينمع التيومر نيكروز فاكتور الفا والانترليوكين واحد، ده يؤدي الى ايه؟ ديكريز في البروليفريشن للفايبروبلاس، ديكريز انفلاميشن اند ذا فايبروزس. وطبعا الترايلز البيرفينادون قتل بحثا من فتره طويله جدا، وطبعا الاعداد والاستاديز اللي اتعملت عليه طبعا ريجريشن بتاع كومبيرت وذ بلاسيبو تو ريديوس ذا ديزيز بروجريشن 43%، ده رقم مش كبير، ده كبير جدا وبالذات لعيان اي بي اف. واكيد كلنا لو عندنا عيان اي بي اف بيتابع معانا بقاله كام سنه بتبقى نفسك العيان ده ما يدخلش العياده عندك، يعني نفسك ايه يعتذر ويمشي، يزهق وما يجيش. يعني النقطه ان العيان ده ايفن مور كاتاستروفيك اند مور يعني فولنربل لكل حاجه وحشه اكتر ايفن من العيان المالجنسي، ده is a very poor patient اللي بيتخنق واحدة واحدة till death. فطبعا ال early intervention برضو تاني، عشان يا جماعة أنا بنقول الكلام ده تاني ليه وزمايلي وأساتذتي يعني يمكن يعني يوافقوني في الموضوع ده، احنا في عيانين عندنا كتير جدا بيتعالج على انه أسمى وعلى انه كحة عارضة وان دي شوية كحة دي شوية حساسية، تيجي انت العيان تسمع الكريبتيشنز وبقليل والتكاتيك في البتاع، تيجي تبص على السي تي تلاقي العيان بقى فايبروز، ده بقاله 7 سنين بيتعالج على اسمى، صحيح بياخد استيرويدز في النص بتاع بس مفيش حاجه انت ما اديتوش فرصه تو سرفايف، يجي تبص على الاكشن ساتوريشن عند 89 90 وعمال يديتيريوريت وانتهى الموضوع. في حاجات زي اليو اي بي اللي هو اليوجوال انترستيشيال نيمونايتس، It's the worst form of IPF, very progressive, very lethal, very resistant to treatment. بس عندنا فورمز أخرى دايما من IPF كتير حلوة قوي. عندنا DIP مثلا، Discomitor for Interstitial Pneumonitis. على شوية steroids الدنيا بتبقى كويسة قوي و responding to the steroids بطريقة جميلة. بقية الفورمز، الهايبرسنسيفيتي نيمونايتس يا جماعة. احنا بيجينا العيان من القرى هايبر سنسيفيتي نايتس، شويه اسما لايك سيمتومز ويزز وكوف وبتاع، لو عملنا اكس راي عملنا سي تي وابتدينا بدري بيرفينادون هنلاقي نفسنا دخلنا في انقذنا العيان ده ان هو يعيش نورمال لايف. وعلى فكره معظم عياننا اللي بيجوا لنا من القرى هايبر سنسيفيتي نايتس، هايبر سنسيفيتي نايتس مش يو اي بي، في يو اي بي بس الاغلبيه هايبر سنسيفيتي نايتس.
طيب البريدوفينكس ديوس بروجريشن اوف بروجريسيف كرونيك هايبر سنسيتيفيتي نيومونايتس والادد فاليو اوف بريدوفينكس تو كورتيكوستيرويد. طبعا تريتمنتس في الكوفيد 19 كان ليها تاثير كويس، هي ديبيتابل بس كان ليها تاثير كويس في حالات كثيره. اللونج تيرم فولو اب اوف بيشنتس وذ ديباتيك بالموناري فايبروزز الاي بي اف تريتد بيرفينادون اون انت ديب ريال لايف 10 ييرز ريال لايف ستادي 263 اي في اي بي اف بيشنتس 139 ديد وذ بيرفينادون و124 وان انت ديب ان ذا ستادي نو سيجنيفيكانت ديفرنس وذ فاوند بتوين ذا بيرفينادون وان انت ديب ان تيرمز اوف سيرفايفل اند تايم تو ديكلاين اوف فورست فايتال كاباسيتي. The natural history of post-COVID lung fibrosis is unclear with one of the three possible courses. طبعا the natural history هل improving وبيحصل most common static بتفضل زي ما هي وده less common والleast common اللي هي progressive ودخلت في الفايبروزز اللي احنا شفناه بقى اللي هو progressive fibrosis. دي احصائيات عن عدد الوفيات. المنظر rapid progression of COVID-19 to end-stage post-COVID interstitial lung disease في أقل من 30 يوم، الفرق ما بين الاثنين أقل من شهر، يعني شهر إلى 3 أيام، وشايفين الموضوع قلب من شوية جي جي أو وحتت فيها air bronchogram consolidation، يعني combined infection ما بين جي جي أو combination إلى honeycombing اللي شفناها في 10 أغسطس، يعني بقعد أقل من قبلها بشهر. ودي كيس كان 46 سنة old covid patient positive man، يعني طلع PCR positive was admitted with the complaints of fever وملايز، وطبعا الشكل اللي احنا عارفينه، والoxygen saturation ابتدى وصل 90، وانتوا لو فاكرين احنا كنا بنقول عيان لو وصل 92 اجري على المستشفى على طول عشان ده مش قليل، ده هيبتدي يقل، فخلاص انت ماشي في ال progression of the disease ابتدي يروح. فطبعا اما تبتدي and his oxygen agonist بعد كده 94 في remained 94 والاكس راي showed interstitial involvement which did not receive ما حصلهاش even earlier after 20 days of the supportive care and he was put on perfinadone 267 طبعا بالدوزج اللي احنا هنقولها و after 2 months the symptoms improved with oxygen saturation. يبقى انت لحقت الموضوع قبل ما يبقى fibrosed، يبقى before fibrosis early stages of fibrosis هقدر استفيد، بقى fibrosed هستفيد ايه بقى؟ خلاص حط العين على الاكسجين وقعده على جنبه وخلاص لغاية ما ربنا يتولى. طيب احنا عايزين بس نقول ان الافكس بارفدون في الكرونيك كيدني ديزيز الاستادي اثبتت ان احنا عندنا سوري ايوه بيرفينادون ديكريست السكليروسيس كورس وبروتينوريا ليفلز ات 3 مانث اوف سبونتينيوس بروجريشن من الجلوميرولر نيكروزس وشون تو بريفنت رينال دامج رينال فايبروزس وير ريفرسبل رينال فيلير ويتش از جود. يعني انت بقى ممكن العيان ده يبقى اوتو اميون ديزيز في الاساس، واول ما بنيجي في دماغنا اوتو اميون ديزيز بنفكر في ايه؟ لانج وكيدني. فما يكون ده بيمنع السكليروزس، هو طبعا في اللانج اسمه فايبروزس، في الليفر اسمه سيروزس، وسكليروزس في الرينال سيستم. فالمميزات ان وجود عندنا البيرفينادون البيرتوفينكس مصري، السعر ما نقدرش ننكر ان هو عالي، هم بصراحه عاملين بروجرام لو انتم كلكم عارفينه بينزل السعر الدراج للنص، شركات تأمين قادرة ان هي تكفر، في ناس الفاينانشال ابيليتي بتاعتها اللي قادرة ان هي تكفر. لكن لو بصينا على الميزة والتوفير وتقليل الموربيليتي وتقليل المورتاليتي للعيان ده، يعتبر ده تمن مناسب ان العيان ده يعيش a normal life leading his normal life working. And thank you so much for your attention.